لأن حيواننا السري الذي نبحث عنه لا يدخل سباتا شتويا. الخنزير البري لا يفعل ذلك. يأكل الخنزير البري الكثير من الطعام قبل قدوم فصل الشتاء حتى يصبح بدينا جدا، فيقوم بالحفر بحثا عن الحشرات والديدان وجذور الأشجار والخضروات البرية أو أي شيء يمكن أكله. إنه شديد الذكاء، وهو قريب من الخنزير المنزلي، وقد تواجد في الماضي في جميع أنحاء أوروبا، وقد تعرض للصيد لدرجة الانقراض. يبحث الخنزير البري عن طعامه في جماعات، ويتميز أيضا بحاسة شم قوية، وربما كان ذلك سببا في حبه.